جيد. ترى في ناس من جماعتنا راحوا على الربع الخالي زمان يوم يصيدون وخربت عندهم السي، وكان واحد معه ولده صغير واثنين واحد ما معه احد عيال عم، يقول خربت عندنا طرمت السياره البنزين ما عاد تدفع، يقول تعبنا ما ايسنا، يقول والله ان الولد الاب وليله ولد قفه من عندنا، قال ابو راح ادور لكم اسعاف، يقول وين اسعاف، يقول ما عاد حب يشوف المنظر، لا المنظر الولد ولا المنظرنا كلنا، يقول ايسنا من الحياه، يقول معي بريق، معنا بريق شاي او بريق، يقول انا يعني يقول حسيت ان قربنا للموت، قلت خلني ابتكر شيء لعله يخدمنا بي. يخدمنا. وش سوى؟ يقول فكيت لي المساحات حلو، وجبت البريق وحطيت فيه بنزين، معنا يقول جرك البنزين، يقول معنا احنا معنا احتياط بنزين، وبعدين حطيته على تنت السياره وحطيته في الكلبليتر وانا اشغل وانشغل والموتر يشتغل، يقول يوم يقول خلي ما اطرمه، يقول يوم اشتغل الموتر حسيت ان هذا يوصلنا. قال وش اسوي؟ قال علينا برد، قال وانا من البريق بنزين وانا ادخل اللي هذا حق المساحات مع فم البريق، وانا يقول معنا فروه وانا امسك الولد وانا لبس فروه علشان يقول برد يجمد، وانا وقف قلت امسك البريق لا يتحرك على وين؟ على تنت السياره، وانا اخذ اللي قال وانا احطه ادخله في الكمبليتر، قال وانا اربط عليه شطرته، قال وانا اشغل الموتر، قال وانا اسوق، قال احنا نقطع سجره خوينا ابو الولد وشويه شويه يقول لنا لحقين، قلت اركب، يقول بس انه كل مثلا 3 كيلو نعبي بنزين البريق، قال والله العظيم يقول سبحان الله كن نزل علينا وحي من السماء بهالطريقه لين وصل لين انقذنا واسعفنا. استراغ بسيط بس يقول مجرد تفكير يوم يأسنا من الحياه، قلت وشلون ابتكر شيء وصلنا؟ يقول حط البنزين في البريق وحط المساحات، يقول سلمنا من يوم. الى احيانا ودك تشغل مخك صحيح، احسن من الموت، احسن من الموت. الان في اللي يطلعون للبر